الأمرار. قبل ما تشوف الفيديو ما تنساوش ابونوا معنا في لاشين وديروا جيم باش يوصلكم كل جديد من قناتكم جياوية بريس. دور دار عشرين تسيد ولا لا وانت انت اذا اختي انت الحلال هو اللي علمني كوره هو السيد خلاص شباب ولا منتخب شباب ولا الشباب ربي 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 اكو كانت عندي جباك فلوس الناطق الرسمي باسم الجمعية المغربية للأرشيف الكروي اللي تأسست حديثا، هذا أول نشاط رسمي تحت اسم الجمعية على شرف الحارس الدولي عبد اللطيف العراقي حارس المنتخب الوطني والشباب المحمدية اتحاد الخميسات وواحد المجموعة ديال الأندية. كيجي في واحد السياق ديال واحد المجموعة ديال التكريمات السابقة اللي كانت على شرف حميد بهيج لاعب الرجاء والعربي حبابي الشوح إلى آخره. والهدف ديال الجمعية إن شاء الله هو إعادة الاعتبار لمجموعة ديال لاعبي المنتخب الوطني والبطولة والمحافظة وتوثيق الأرشيف الكروي الوطني. أنا أول مرة تنقدم التعازي ديالي للفريق الرجاء والعائلة تاع السي العسكري سي عبد اللطيف العسكري، واخا ماشي في الموضوع هذاك. ثانيا أنا تنشكر هذه الجمعية هذه ديال لي فيتيرون اللي عندها ناس تيفكروا في لي فيتيرون بصح. بس كل لعب ديالنا حنا كي تيخضر التيران تيغادروا كلشي تينكروا. ف السي العراقي راجل طيب ويستحق اكثر من هذا الشيء، ولو انه ما كاينينش الناس ولكن قلوب الناس معاه، وراجل اللي عطى الكره المغربيه وعطى الفريق الوطني وعطى الفرق اللي يلعب معها، وحارس مرمى يقام ولا هو يقعد. مع كل اسف الدنيا هي هذه، وشكرا لكم. نور الدين العقاني رئيس الجمعية المغربية ديال الأرشيف الكروي. حنايا خدنا هذه البادره ديال تكريم السي عبد اللطيف العراقي. هذا التكريم ديال العراقي هو كيدخل في الانشطه اللي كتقوم بها هذه الجمعيه، لان الجمعيه عندها جوج نقاط اساسيه، هو جمع ولملمه الارشيف الوطني اللي كما لا يخفى عليكم بان الخزانه الوطنيه فقيره من هذا النوع. ثانيا النشاط الاهم هو اقامه التكريمات، وكما قمنا به سابقا فقمنا بخمسه تكريمات او ست تكريمات منذ شهر فبراير الى الان، وجا الدور على السي عبد اللطيف العراقي اللي كيستحق، اللي مسكين متضرر ماديا، وارتئينا باش نقيموا ليه هذا الحفل التكريمي في حضور وازن ديال اللعابه اللي عاصروه واللعابه ديال المنتخب الوطني واللعابه ديال النهضه الصطاسيه. وكنتمناو بان اي واحد يحدو الحدو ديالنا، كانت شي جمعيات اخرى ولا كانت شي مؤسسات ولا هيئات اخرى تقوم بهذا المقام اللي درنا به، لان كاين واحد العدد كبير من الناس متضررين ومهمشين ومنسيين في عالم الكره، هما ابدعوا فوق المستطيل الاخضر ولكنهم الان كيلقاو نكران وكيلقاو جحود من فراقيهم ومن الجامعه ومن وسائل الاعلام. مرتاحين حيت ما جاوش الناس المحمديه، ما نكذبش. جا السي العلالي الله يذكره بخير رئيس المجلس البلدي السي رحيمي، جيت يا السي طارق، جا اوبيلا، جا السي حماد، جا ولكن كنت كنتمنى الناس المحمديه كلهم يجيو، لان 20 عام ديال الكره راه ما سالاش. كنا نتسنى السيد رئيس الشباب محمد سي هشام، كنت نتسنى السي احمد فراس سي عسيله، كنت نتسنى الجمهور ديال الناس اللي كنت كنمتعهم في البوطو، ولكن للاسف كنعذر كل شيء واحد، ولكن
ربما لقيت الخير في الدار البيضاء والناس ديال الدار البيضاء، ولكن الناس المحمديه هما فيهم خير صراحه. ما نساوش خير امراه شجعونا، واحد كنا باقيين شباب وهادي. على كل حال الحمد لله، على كل حال الحمد لله الحمد لله. والله يجازيهم بخير، ان ندعي معاهم ثانيه ما نعطيهمش حقهم. الشكر صراحه ناس فكروا فوق، عرفتي تصور تمريح ناعس وما تكعيطوا لك على راه عندك واحد كريم ما دير حتى حاجه، حنا متكلفوا بكل شيء. هذا راه كيدل على النبل الاخلاق ديالهم والطيبوبه ديالهم. وشكرا سي طارق، والله يجازيك بخير الله يحفظك. سمير الله يكبر لك، الله يكبر لك، هذه شي حاجه عبديه نفتخر بها. الحمد لله، الله يكبر لك، الله يكبر لك. افخا العراقي حارس اللي داز من الحراس الكبار في التاريخ ديال كره القدم المغربيه، وخاصه مع فريق الام ديالو الفريق المحمديه، وكذلك الفريق الوطني جور سوكسير في الفريق الوطني، وكان من الحراس القلال اللي كانت عندهم واحد الخفه واحد الذكاء في وسط منطقه العمليات، اللي كان كيخرج المقابله ديالو ديما في مقابلات مزيانين. وكنظن بلي هاد الالتفاته اللي دارت له داروا ليه هاد الاخوان هادو هي التفاته في حقه ماشي قليله بزاف، وانا هاد الالتفاته مشكورين الناس اللي قاموا بها والاخوان اللي حضروا، وكنتمنى ليه الخير ان شاء الله، وتكون التفاته احسن من هذه من طرف لا من طرف المدينه ديالو ولا من طرف الجامعه ولا هذه، باش تحسن الحاله العائليه ديالو. وكنتمنوا ليه الصحه والعافيه اللي كاين. بالنسبه لعبد الكريم العراقي ما كيحتاج شي تعليق ولا شي حاجه، عبد اسمه عبد الرحمن العراقي، المغرب كلشي كيعرفو، واسمو الحياه ديالو في الكرويه راه كدوي عليه. يعني حنا واحد القضيه دابا بالنسبه للعبه القدام اللي كنطلبوه، هو غلط نديرو حنا كاع غلط في الكره، الخدمه مالها؟ كنطلبوا من المسؤولين الله يجعل ربي يهديهم الله ويرجع للسيد خدمته لعائلته ولوليداته، هذا هو المهم. الا غلط في الكره خليه في الخدمه، ما ذلكم والو، عنده وليداته عنده العائله ديالو، راه كتشوف حالته دابا مسكين كي دايره. وكنطلبوا من الله الله يسمح لهم يرجعوا لخدمته، هادشي اللي كنطلبوا منهم.